اليابلس ميموريز جروب بيشرفوا ان هو يقدم لكم اول فيديو من انتاجه علشان نقدر نقدم صورة عن مصر الجديدة مختلفة شوية عن اللي اتقدم قبل كده، فيها شوية صور نادرة وشوية حكاوي عن الصور دي. تعالوا نبتدي مع بعض ونشوف ايه حكاية مصر الجديدة. طبعا يا جماعة، أهمية مصر الجديدة أول حاجة بتكمن فيها إن هي المدخل الشرقي للقاهرة، وبالتالي كل الناس اللي جاية وقريبة جدا من المطار، فكل الناس اللي جاية مصر هتكون أول حاجة تشوفها هي طبعا مصر الجديدة. وطبعا زي ما انتم عارفين الرقي والعمارة بتاعتها مميزة جدا، فبتبقى أولا مدخل جميل لمصر وللقاهرة اللي السواح بيشوفوها، وحاجة فعلا الواحد يفخر بيها. مصر الجديدة بناها البارون إمبان، وطبعا البارون إمبان هو بارون مشهور جدا، كان هو وأخوه بيشتغلوا في إنشاء المشاريع، وبالذات المشاريع مد خطوط السكك الحديدية والترام في بلجيكا طبعا. وطبعا هما الاثنين كانوا متفوقين جدا في العمل ده. البارون إمبان حصل على لقب بارون سنة 1907 في بلجيكا، بس هو اتدفن في مصر تحت كنيسة البازيليك الموجودة دلوقتي في شارع نزيه خليفة وفي مصر الجديدة. وهو على فكرة وصف ده وقال أنا عايز أدفن في مصر الجديدة حتى لو أنا مت خارج مصر الجديدة. اللي عمله البارون إمبان يا جماعة إن هو أسس شركة اسمها واحد هليوبلس. الشركة دي اشترت مساحات كبيرة جدا من الصحراء من الحكومة البريطانية طبعا اللي هي كانت محتلة مصر في الوقت ده، وبدأت البناء في ضاحية مصر الجديدة ما بين 1906 و1907. هو كان عايزها تبقى قاعدة جديدة وراقية يحطوا فيها ملاعب ويحطوا فيها ملاهي ويحطوا فيها مضامير خيل ويحطوا فيها منتجعات راقية ومساكن راقية للإيجار، مصممة كلها على خلط ما بين الطراز الأوروبي والطراز الشرقي العربي اللي موجود في مصر، عشان يبقى حاجة مميزة لمصر. فإحنا نلاقي إنه الطراز المبنية بمصر الجديدة هو خليط ما بين الأوروبي وما بين الطراز الشرقي. وطبعا ده ادى مصر الجديدة شكل مختلف جميل جدا جدا جدا، وبدأ ان هو يبني القصر بتاعه، وهو قصر مستوحى من العمارة الهندية. والقصر ده شيده البارون بعد افتتاح قناة السويس وهو في شارع العروبة في صريح سلام، وقرر البارون انه يعمل القصر ده حاجة اسطورية بحيث ان الشمس ما تغيبش عنه ابدا وتدخل جميع حجراته والطرقة بتاعته، وهو من افخم القصور الموجودة في مصر على الاطلاق. وطبعا اخذ الفكرة بتاعته من معبد انكورات ومعبد اوريسا في الهند، وصممه المعماري الفرنسي الكسندر مارسيل، وتم بناؤه بالكامل 1911. ودي اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي القصر بتاع البارون. تعالوا نتفرج على الصور الجميلة دي. Blending in my soul of harmony.
waiting for the sensation. And so then while I'm celebrating, moonlight spoils my bliss. Won't you kindly have an eclipse while I steal a kiss? كنيسة البازيليك من أهم الحاجات أو الأشياء المعمارية الموجودة في مصر الجديدة، تحفة معمارية فنية خالدة معمولة على شكل كنيسة أجيا صوفيا في القسطنطينية بعد ما طبعا دخل المسلمين وحولوها لإسطنبول. اتعملت على نفس الستايل بتاعها أو نفس الشكل المعماري. البارون المبنى لما بناها ربط بينها وبين قصر البارون مبان بنفق، وبعد اصابته بمرض السرطان طلب ان هو يدفن فيها حتى لو مات بره مصر. كنيسه البازيليك بعد ما توفى البارون امبان كانت ضمن ميراث ابنه الثاني لويس، ولويس اتبرع بيها للكنيسه الكاثوليكيه عشان تبقى منه ممتلكاتها. تعالوا نتفرج على جمال كنيسه البازيليك ونتفرج على المتعه الموجوده فيها. لازم برضو نضيف حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة، وهي انه مصر الجديدة فيها كل الاديان، ففيها المعبد اليهودي وفيها كنيسة البازيليك وفيها طبعا مجموعة جوامع كبيرة جدا. ويكفي ان ورا كنيسة البازيليك كان منطقة ميدان الجامع ومنطقة الاسواق، ودي هنتكلم عليها كمان شوية. فكان دايما مصر الجديدة مركز ويعني مجتمع في علاقة بين كل الاديان وكل الاعراق عايشة فيه بشكل محترم جدا جدا. والحقيقة ده شيء رائع من البارون مبان انه جمع كل الناس دي في المكان الجميل ده، وبقى بينهم الاخلاق والسلوكيات اللي هي قائمة على التعايش بحب واحترام بغض النظر عن الدين او اللون او النوع. من اهم المباني اللي في مصر الجديده مبنى جراند هوتيل، طبعا ده الاسم القديم، او فندق هليوبلس اللي هو دلوقتي مقر رئاسه الجمهوريه المصريه. وطبعا زي ما احنا عارفين انه المبنى ده كان اصلا اوتيل، وكان اوتيل جميل جدا، كان اوتيل بتتجمع فيه القوات النيوزيلنديه والاستراليه اللي بتحارب في الحرب العالميه الاولى. والمبنى ده مبنى مهم جدا لانه كان بيتعمل فيه حفلات راس السنه، وكان بيتعمل فيه حاجات كتير جدا جدا واعياد ومناسبات كبيره قوي كانت بتتعمل في المكان ده. الفندق جراند هوتيل اللي بناه هو ارنست جاسبار، وهو اتصمم من واسطه شركتين للانشاء كانوا اكبر شركتين في مصر في الوقت ده، وكان اسمه قصر هليوبلس. كان طبعا دلوقتي بنستقبل فيه الوفود العربيه والاجنبيه، وكان فندق جميل جدا، كان فيه حفلات كبيره، كان الترامب بيعدي قدامه، وكان يعني من الحاجات الفخر الكبير قوي لمصر الجديده. تعالوا نتفرج على جمال الفندق ده. Somebody else might be calling me home if it wasn't for you.
If it wasn't for me, didn't I buy a machine? Yes, but you leave me at home. Don't think that I think you go riding alone. Don't think that I couldn't have one of my own. Believe me, if it wasn't for you. تعالوا نتكلم عن التعليم شوية. ودي مدرسة النصر كوليج اللي هي كانت زمان مدرسة الانجليش سكول، اتعملت سنة 1915 وهي مدرسة عريقة كانت للجاليات الانجليزية والاجنبية اللي عايشة في منطقة مصر الجديدة. وطبعا بعض الاعيان المصريين برضو دخلوا اولادهم في المدرسة دي، وهي مدرسة عريقة جدا ومدرسة قديمة. وطبعا هي فيها كل المراحل، وهي موجودة في ميدان المحكمة في مصر الجديدة دلوقتي. في ناس لسه بتسميها الانجليش سكول، وفي ناس بتسميها النصر كوليدج. وطبعا هي خرجت لنا اجيال جميله، مثلا ما ننساش مثلا الفنانه الممثله ميرفت امين، مامتها ميسس امين كانت نظره المدرسه، ودي يمكن معلومه مش عارف ناس كتير تعرفها ولا لا. من المدارس الجميله برضو كانت مدرسه ساكري كور الفرنساوي، ودي مدرسه القلب المقدس موجوده في شارع بيروت وليها فرع تاني في غمره. وطبعا هي مدرسه جميله جدا، خرجت لنا ناس زي مثلا منى هلا، وزي مثلا ممثلين برضو فنانين خرجوا من مدرسة ساكري كور. سان جورج من المدارس العريقة جدا اللي بدأت في شبرا سنة 1930، وبعد كده اتعمل لها فروع في مصر الجديدة. في بقى في فرع مثلا في المحكمة ومدان اسماعيلية، وفرع في مدينة نصر. شريف مدكور خريج مدرسة سان جورج المذيع المشهور، جمال مبارك وعلاء مبارك، خالد أبو النجا، المخرج عثمان أبو لبن. في بعد يعني الحقيقة التعليم كان مهم جدا، وفي ناس كتير خرجت من مدارس سان جورج، ساكري كور، سان جوزيف، طبعا في الانجليش سكول. في بقى مدارس كمان كانت قوية جدا زي مدرسة سان كلير، مدرسة يوسف السباعي. كل الكلام ده عمل تمازج ثقافي وتعليم محترم قوي في مصر الجديدة. طبعا البارون ما نسيش ان هو يعمل سوق لابناء مصر الجديده، فعمل طبعا السوق بتاع شارع هارون الرشيد، وده مش بعيد ابدا خالص عن مدرسه الانجليش سكول اللي كنا بنتكلم عنها، هو قصادها الناحيه الثانيه. ومن هناك تخش بقى كان تجار الغلال، وكان شارع هارون الرشيد وشارع سيدي جابر، وده في ظهر كنيسه البازيليك. وهناك بقى كان تجار الغلال وتجار الفاكهه والخضار، وكانت منطقه جميله جدا، وكان سوق جميل جدا، وكان معظم سكان مصر الجديده بيروحوا يشتروا من هناك عشان تبقى المنطقه متكامله. وكان بيمشي فيه الترام طبعا زي ما احنا شايفين في الصور. دلوقتي ممكن تلاقي في شارع هارون الرشيد هتلاقي بقى حاجات كتير جدا، زي مثلا محلات اللي هي بتاعه الديكورات ومحلات الكهرباء، وهتلاقي كافيهات، وهتلاقي قهاوي، وهتلاقي مطاعم. وطبعا اشهر جامع هناك هو جمال الدين الافغاني، ومن الحاجات اللي ما ينساهاش اهل مصر الجديده مثلا محل سندباد. وكان طبعا في شارع سيدي جابر زي ما احنا شايفين في الصوره كده كانت القوات البريطانيه بتجتمع هناك، وزي ما احنا شايفين هو كان منطقه كلها تجاره. فطبعا عشان تبقى منطقه مصر الجديده متكامله فكان لازم يتحط السوق ده في مصر الجديدة. ما نقدرش نذكر مصر الجديدة من غير ما نذكر لاكورب. لاكورب أو المنحنى أو الطريق المائل، وطبعا ده اللي هو الكوربة. كان الكمساري زمان لما تيجي محطة منحنى مصر الجديدة يقول لاكورب لاكورب، فكانت ساعتها يعني اسمها لاكورب وتحول اسمها للكوربة. طبعا الكوربة من اجمل الاماكن اللي في مصر الجديدة، وهي ملاصقة لفندق جراند هوتيل او فندق اليوبلس وفي شارع الاهرام. وطبعا من الاماكن الرائعة الجميلة الممتعة، مين فينا ينسى فينوس، مخبز فينوس، او نيو كمان، او وينشيلز دونالدز، الحاجات الجميلة، محل اوكتوبس، محل باناتون. كانت ايام جميلة جدا في الكوربة، ولازالت الكوربة طبعا سويس هوتيل وشانتيه
وهاريس كافيه. كل الأماكن الجميلة دي هي من أجمل الأماكن اللي في مصر الجديدة، والقربة من أجمل أماكن في مصر الجديدة ببنائها وبالعواميد الفخمة بتاعتها وبالجمال بتاعها. تعالوا نستمتع بجمال القربة. But that's just maybe, and that won't do. All that worries me is someone else may be there while I'm gone. In my dreams I see a couple spooning all of the law. Very thought just keeps me worried. I lay awake till the break of the dawn. I must hurry back, or someone else may be there while I'm gone. All that worries me. It's someone else, maybe there while I'm gone. In my dreams I see a couple spooning on the lawn. That very thought just keeps me worried. فيش البارون امبان انه يعمل مدينة ملاهي في مصر الجديدة، وهي مكانها دلوقتي سينما روكسي وشارع ابراهيم اللقاني، وكانت اول مدينة ملاهي تتعمل في الشرق الاوسط وفي افريقيا وطبعا في مصر. كانت متعة وكانت جميلة، وكان كل مصر اهل مصر الجديدة ومن الاماكن الاخرى بيجوا عشان يستمتعوا بجمال لونا بارك اللي هي مدينة ملاهي مصر الجديدة. تعالوا نتفرج على جمالها. ما ينفعش نتكلم على مصر الجديدة من غير ما نتكلم على الترام. طبعا الترام هو من اهم المعالم المميزة لمصر الجديدة اللي للأسف اختفت دلوقتي. في 1/12/1910 تم انشاء اول خط مترو، وده كان مترو سريع، وتم تشغيل 27 قاطرة عشان تخدم او تربط بين مصر الجديدة وبين القاهرة. والمهندس البلجيكي أندري بارشيلو هو اللي انشأ اول خط مترو عشان يربط الحي بالقاهرة،
وكانت روم من المعالم الكبيرة المميزة للحي الراقي، إلى أن طبعا تم إزالته دلوقتي علشان يتعمل مكانه مجموعة من الكباري تحل مشكلة من الأزمات السكانية اللي حصلت نتيجة ازدحام منطقة مصر الجديدة. طبعا الترام من الحاجات الجميلة اللي كلنا لينا ذكريات معاها جميلة جدا جدا جدا. طبعا ما نسيش البارون برضو انه يعمل اماكن ترفيهيه زي تراك الخيل اللي هو مكانه شارع السبع في مصر الجديده ما بين جسر السويس وما بين شارع الحجاز. وطبعا ورا سينما روكسي دلوقتي في كان غرناطه اللي هي مدخل الجمهور عشان يدخل يتفرج على سباق الخيل ويحصل مراهنات الخيل المشهوره. ميريلاند كانت من الاماكن الرائعه اللي كلنا في مصر الجديده او كل انسان عاش في مصر الجديده كان ليه ذكرى فيها بالبدلات بتاعتها بالوز والبط اللي موجود في البحيره الجميله. كانت مكان مهم جدا ان الناس تروح تنبسط فيه وتقدر تستمتع بالميوزك وتستمتع باشياء جميله جدا. مصر الجديده كان فيها نوادي، اشهر اربع نوادي فيها واشهر خمس نوادي فيها كان نادي هليوبلس، نادي هيليليدو، ودول اقدم اثنين، وبعد كده في نادي الشمس ونادي طيران ونادي الغابه. دول النوادي اللي كانت موجوده فيه. طبعا نادي هليوبلس من اقدم النوادي الموجوده في مصر عموما وفي مصر الجديده، وكان البارون امبان هو اول رئيس لنادي هليوبلس، وطبعا كان العضويه فيه يعني مش اعضاء لمصر الجديده بس او اسر او جاليات الاجنبيه في مصر الجديده بس. طبعا هسيبكم شويه مع الصور الجميله دي في ميريلاند وفي نادي هليوبلس تتفرجوا عليها. Oh.
طبعا ده مصر الجديده هي بتمتد من عند منشيت البكري عند اول شارع الخليفه المامون الى ان تصل الى اول مساكن شيراتون وانت داخل على مطار القاهره. وطبعا فيها في المنطقه دي بالعرض وبالطول في اماكن كتير جدا زي ما احنا شايفين كده الصور، ميدان المحكمه، ميدان اسماعيليه، سانت فاطمه، عند استاد القاهره برضو يعتبر جزء منه في ميت مصر لكن جزء منه في مصر الجديده، في صلاح سالم. فطبعا مصر الجديده تحوي الاف الذكريات، ولو قعدنا نتكلم عليها كتير جدا اكيد مش هنخلص الكلام اللي عايزين نقوله. انا اتمنى يكون الفيلم عجبكم، وهسيبكم مع شويه الصور الجميله دي تفتكروا ذكريات مصر الجديده واللي ليه ذكرى يفتكرها، واتمنى ان الفيلم ده يكون فيه نوع من الفايده لينا كلنا ونقدر نحتفظ بيه كوثيقة نوريها لأولادنا وأحفادنا عن فعلا أنه التخطيط الجيد بيوصل أنه يكون في أصالة وفي معاصرة وفي اهتمام بكل تفاصيل ممكن تخلي الإنسان سعيد في حياته ويفتكر الأماكن الجميلة دي. مما لا شك فيه أن مصر الجديدة أهم ما يميزها هو التمازج الثقافي والأخلاقي الرهيب اللي حصل بين كل الناس اللي عايشين فيها بغض النظر عن ديانتهم او انتماءاتهم او طريقة تفكيرهم، وده اندل على شيء يدل على انه الاهتمام بالتعليم والاصالة والرقي هو ده اللي يوصل الانسان انه يبقى انسان ناجح. اتمنى لكم وقت سعيد، واتمنى يكون الفيلم عجبكم، واسيبكم مع الصور الجميلة دي مع مصر الجديدة. باي باي. Somehow each man.